مش هنام، لا مش هنام دلوقتي خالص، ما تقنعنيش يا حماصه انك تنام يا حماصه، لا انا هفضل سهران لغايه الظهر عشان انام بقى وما اصحاش الا على المغرب. فتله جامده جدا. ايه ده؟ هو مين اللي بيخبط ده؟ انا انام دلوقتي احسن، احسن ما اقوم افتح. استهدفت انت ازاي نايم وسامع الجرس اللي خرم لي وداني ده؟ يا حيوان قوم افتح. انت يا زفت. ستلها كده ماما راحت لمحمد عشان يفتح. عبال بقى ماما صحي محمد. يلا يا حبايبي اللي ما عملش لايك يعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. اول حاجه هتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اي ما ننزل فيديو يوصل لك كل الفيديوهات بتاعتنا اول باول. تعمل بقى لايك عشان نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، وتنزل تكتب لحماصه ومحمد وكل العيله بتاعتنا كومنت زي العسل زيك كده. ما انا يا جماعه انتوا مش بحب انا اقول كده كتير يا جماعه. الناس اللي لما اقول اعمل لايك تعمل على طول، مش لازم اقول مرتين يعني. يلا اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. روحوا بقى شوفوا محمد ماما عملت معاه ايه. الله يخرب بيتك، انت كل مره بتجبرني اعمل كده. ايه ده؟ ايه يا ماما في ايه؟ انت مش سامع الجرس والباب اللي هيكسر بره ده؟ ما تقوم تفتح. سبحان الله يا ماما، بدل ما جاي تندى عليا ما كنت تفتحي. استغفر الله العظيم يا رب. هي الساعة كام يا ماما؟ الساعة 6 يا حيوان، وبعدين لما انا افتح انت لازمتك ايه؟ الله، يعني المغرب فاضل نص ساعة بس، يعني هنفطر دلوقتي؟ لا يا حيوان، 6 الصبح. يا نهار ابيض 6 الصبح، ده مين الضيف البارد ده؟ مسميني شوية يا ماما والنبي بس ارقد انا. ما تقوم يا حيوان، الباب هيتكسر بره. حاضر يا ماما حاضر. ايوه خلاص جاي اهو. ايوه جاي. مين بقى الضيف البارد ده؟ ايه ده يا لوبات ده؟ انت متخلف يا لو حد يجي لحد دلوقتي، انت عارف الساعة كام؟ يا ابني لازم تصحى بدري عشان تبقى رشيق كده وتحس بالصيام. رشيق ايه بس؟ حرام عليك، انت صايم يالا؟ الحمد لله، صح يا هلا؟ الحمد لله. لا مش مصدقك، شاكك فيك والله. المهم ادخل انت اقعد في الريسبشن وانا ادخل اكمل نومي، سلام. خد خد هنا، انت رايح فين؟ هو ايه اللي رايح فين؟ رايح اكمل نومي. تنام ايه؟ مفيش نوم، انا جاي لك النهارده عشان احسسك بالصيام، مفيش نوم. هم مظلطينك عليا يالا؟ هو كده، هم مسلطيني عليك. يخرب بيت البرود، ده اخوك ده هنا بارد قوي صح؟ بس مش ابرد مني والسهل كده. ايه ده، هو الجو حر النهارده ليه كده؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ هو مين اللي جاب الميه دي عندي؟ ده حاسس بيا والله. بسم الله. يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت مش صايم في رمضان ولا ايه؟ ولا انت فاطر؟ يا فاطر رمضان، يا فاطر رمضان. بس بس الله يخرب بيتك، والله العظيم كنت ناسي. اسكت، الله يخرب بيتك. اللهم اني صايم، الحمد لله ما لحقتش اشرب حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حكيم، انا كنت ناسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد هيموت من العطش، مش قادر خلاص. ايه ده يا خالتي، انت بتعملي ايه؟ انت فاطره ولا ايه؟ مش عيب على سنك؟ يا نهار ابيض، سامحني يا رب. اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، الحمد لله ما شربتش. حرام عليك يا اخي، ده انا حلال لو كنت نسيت وشربت. انت بتفكرني؟ لا حرام عليك، ده شغل البيت كله على دماغي وانا صايمه ومش قادره. اقول لك على حاجه، تعال انت بقى ساعدني. نعم، انت مين يا حاجه؟ خلاص يا مشيت. ماشي ماشي. ده جاي تعمل ايه هنا؟ ولا انت فاضي؟ يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ حرام عليكم، انتوا بتطلعوا لي منين بس؟ واحد يطلع من الدولاب والتاني من التلاجة، حرام عليكم. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ انت فاطر؟ دي ايه العيلة دي يا ربي؟ اللهم اني صايم. معلش، ايه ده؟ انتوا كنتوا منين؟ انتوا طلعتوا من الحيط ولا ايه؟ احنا موجودين في كل مكان ومن بدري كمان. طب بتفكروني؟ لا حرام عليكم، اني لو شربت كان حلال وممكن كنت اكمل صيام، والله كنت ناسي. الله العظيم يا رب. معلش يا عم. نزل الإزازة، نزل الإزازة. يا حيوان بتفكرني ليه؟ مش قادر خلاص. ايه ده يا خالتي، انت بتعملي ايه؟ انت فاطرة ولا ايه؟ يا نهار ابيض، اللهم اني صايمة والله العظيم ناسية. انتوا بتنزلوا ليه؟ افتكروا ان انتوا صايمين. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ نزل الإزازة بسرعة، انت صايم. يا ربي، نزل الإزازة، نزل الإزازة. يا حيوانة بتبطليني ليه؟
ده انا هموتك اقسم بالله. انتوا ما تعرفوا انا مين ولا ايه؟ ده انا حماطه، ده انتوا اللي لفوا الزوده، انتوا اخوك البلد ده. ايه ده انت بتعمل ايه؟ نزل الزيت بسرعه انت صايم. انا مش عارف ايه اللي جاب الحال دي النهارده، مش عارف يعني لازم حبكه النهارده، ده انا اول يوم انسى، ومش مره ولا اتنين ولا تلاته، كتير ويجوا يفكروا اني مش عارف ايه القرف ده. مش عارفه ايه ده، يا ريتني ما خليتك تفتح لهم الصبح. يا ريتني يا شيخه ما صحيتك عشان تصحي محمد عشان يفتح لهم، انا اللي غلطان. عايزك تخلصي كل العصير اللي في التلاجه. واخيرا الفال واقع في المصياده بقى، انتوا بتيجوا على حماصه من هنا ورايح، اللي هيجي على حماصه هيتفعص في الفعاصه. مبلوط عليكم. ايه ده؟ اللي كسر بره ده يا حاج؟ هو في حد في المطبخ ولا ايه يا ماما؟ معرفش بس يلا نشوف. يلا يلا. يخرب بيوتكم، يعني انتوا عمالين تفكرونا وانتوا في الاخر اللي فاضلين؟ ده انتوا ليلكم سرور ده. وهتكون اسود في الاسدال بتاعي يا حاج. يلا ورايا. يا عيني ربنا يا حاج. كانوا ضيق مش فايقين، لا كانوا باردين. تستاهلوا. قلت لكم اللي هيجي على حماصه هينزل في الفحاصه.